السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم مارينا وفي فيديو جديد. اليوم غادي نقدم لكم البقلاوه التركيه، حلوه جد، سهله وبسيطه. نتمنى يعجبكم لا فيديو، تابعوني حتى الاخير. ندوزو دابا للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو الوصفه ديال اليوم 125 غرام تقريبا ديال الزبده مذوبه، 250 غرام ديال اللوز اللي سلقته في الماء وحيدت ليه القشره ديالو وقليته. من بعد غادي نطحنوه، معلقه كبيره ديال الماء زهر، بيستاش للتزيين، يبقى اختياري، ممكن تزينو باللوز او كاوكاو او اي مكسرات حبيتو. غادي نحتاجو معلقه ديال العسل، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، شويه ديال القرفه اختياريه، وهاد العويدات قديتهم غير بالعود الخشبي ديال الباربيكيو. الى عندكم العود ديال الباربيكيو والقطيب ممكن تستعملوه في بلاصتو، انا عندي في واحد القبضه ما يمكنش ليا نتحكم فيه باش ما كان طويل مزيان، طول من الحجم ديال الورقه يكون احسن. والورقه ديالنا غنحتاجو هاد الورقه الفيلو، موجوده في جميع المحلات. وندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذو اللوز ديالنا، غادي نهرمشوه ماشي نطحنوه بزاف بعد ما نشف لينا. ممكن تستعملو كاوكاو الا بغيتو، ماشي مشكل، تحمروه في الفران وتحيدو ليه القشور ديالو وطحنوه. مغاديش نهرمشو، مغاديش نطحنو بزاف، غادي نخليه مهرمش هكا، راه خصها تكون في الوصفة متكونش ملكوك مزيان. كنديرو الكاروزه، بعد ما هرمشنا اللوز ديالنا غادي نخوي هذا الاناء ونخليه هكا يطحن شويه، اللي بغى يطحنوا مزيان ماشي مشكل، كل واحد وشنو كيفضل. غادي نزيدو عليه هذه المعلقه ديال العسل، زيدو عليها هاد شويه القرفه، هي كتنسي، اللي ما تيبغيش لوغو ديال القرفه ما يستعملهاش. عاد نزيدو هاد المعلقه ديال السنيده، وكيف كنقولو ديما السكر كيبقى حسب الذوق، لان هاد الحلوه باقي غادي تسقى بالعسل او السيرو، يعني ضروري ما نكثروش السكر باش ما تجيناش تاني الحلاوه كثيره. غنزيدو واحد المعلقه ديال الزبده اللي ذوبنا من قبل، معلقه واحده كافيه، بيت نسيم فقط. انا غنستعمل واحد شويه ديال الماء زهر، تقريبا غير شويه ديال المعلقه، ما كثروش، اللي كيحب النسمه ديالو ممكن يضيفو، اللي ما كيعجبوش النسمه ديال الماء زهر ما يديروش. كناخدو الورقة ديالنا هي خصنا نتعاملو معاها غير بشوية لأنها حساسة بزاف، هي كتفرتد وضروري ما نغدو لها هاد البلاستيكة. كل مرة خدينا منها جوج، غناخدو جوج الورقات فقط، نحاولو نهزو غير بشوية، هاد الكمية اللي كتبقى كنرجعوها للبلاستيكة ديالها لأنها دغيا كيضربها الهواء وكتقروش، من الأحسن ما نخليوهاش معرضة للهواء بزاف، ونحاولوا نخدمو بالزربة. كيف ما كتشوفوا معايا هما هادو جوج ورقات اللي خدينا، غادي نفتحوا الورقة ديالنا. كيف قلنا كناخدو ديما جوج ديال الورقات، نبداو ندهنو بالزربة بالزبدة،
نجيبوا هذا القطيب ديالنا اللي خدتينا من قبل، نحطوا على هذا المستوى هكا، ندهنوا كذلك هنا بالزبده، نبداو كنقطعوا الحشوه ديالنا. بغيتوا ترشوها من الفوق ممكن، بغيتوا ديروا لها هذه الطريقه، ديما نعمروش من الجناب باش منين نلويوها ما يدخلش لنا الحشوه من الجناب، نخليوه هي الوسط حيت باقي غادي نكمشوها ونبدا نلفوها مزيان بهذه الطريقه بشويه باش ما تشرقش ما تمزقش لينا على هذا الشكل. نبداو ندهنو تلفو، حنا كندهنو باش ما كان هذا القضيب طول طويل كي كنتحكموا فيها مزيان. هذا الشكل كنجيو من الوسط نبداو نكمشو فيها بهذا الشكل هذا، عاد نوضعوها في اللاطا لي كنكونو دهنينها من قبل بالزبدة. بغيتو ديروها في لاطا ديال الزاج بحال بحال، كنزلها بهذه الطريقة، نتمنى تكون واضحة ليكم. كنسحبو هاد القطيف باش ما كان طويل كيساعدنا باش نتحكمو في الورقة ديالنا مزيان، إلا كان قصير غادي يمحلنا ومنين بغيو نجبدوها غيحصل لينا الداخل، مخصوش يبقى الداخل. نعاود نرشو هكا بالزبدة ونكملو الباقية. قلنا ضروري خصنا نغطيو الورقة حيت دغيا كتنشف، وإلا نشفات لينا مشكلة كتولي كلها كتقطع. ناخدو تاني جوج ورقات كيف ما كتشوفو معايا، نسحبوهم بشوية ونغطيو الباقية من هاد الزبدة ونغطيوها. إلا تقطعونا هاد الجوانب ماشي مشكل، هي أصلا ملي تدخل الفران إن فوا كطيب صافي مبقاش كيبان ولا مقطعة ولا والو، كتجي هي هاديك، هي أصلا ورقة حساسة بزاف، ولكن الوصفة كتجيب هاد النوع ديال الورق ماشي بشي نوع آخر. نجيبو تاني هاد القطيب ديالنا ونثنيو، ندهنو حتى هو بالزبدة هاد القط، غادي نضاف ليه تنينة، ونوضعو على الجوانب بهاد الشكل. كيف قلنا منعمروش حتى الجناب باش متخرجش لينا، نعمرو غير الوسط مزيان. ونبداو تاني كيف لاحظتوا معايا ملي مكنعمروش الجناب الحشوة ما تدخلش لينا. غنجيو اللوست نبداو تنكمشوها هكا بهاد الطريقة، نتمنى تكون واضحة ليكم. نبداو كندفعو بشوية هكا على هاد الشكل ونحطوها في اللاطا كيف درنا من قبل. كنزلو هاد القنت هو الأول باش تسهل علينا نسحبوها بلا ما يخسروا لها دوك التكنيشات ديالها، وندهنوها بالزبدة وبقاو مستمرين بهاد الطريقة حتى نكملوا الحشوة اللي عندنا. وهذه هي الحلوة ديالنا، خرجت ليا باكي ديال الفيلو فيها 450 غرام تقريبا، خرجت ليا 8 ديال 8 القطع.
لما ندخلوها الفران ضروري ندهنوها بزبدة من الفوق ومن الجوانب ديالها باش من الطب تعطينا داك اللون الذهبي. بعد ما دهناها بالزبدة غادي نقطعوها على القياس اللي بغينا حنا. انا غادي نقطعها هكا بالسكين يكون حاد. هذا غادي نقسمه على جوج، غادي نقلبو باش ما يجرحش ليا الغطا ديالي. من الاحسن نقطعوها هكا قبل ما تطيب، حيت لاطاوط غادي تكون الحشوه قصحت لنا بزاف، غادي صعب علينا نقطعوها. وندخلوها الفرن اللي يكون مسخن على 180 درجة، طيب من الفوق ومن تحت، ونتلاقاو من بعد. بعد ما خرجنا الحلوة ديالنا من الفرن كتجي لها هاد الشكل. انا خليتها تتحمرات هكا مزيان، ما بغيتهاش تبقى بيضة. مباشرة اما كنسقيوها بالعسل من الفوق. انا غادي ندهن بالعسل، ما غاديش ما حدا هي سخونة باش يشرب لنا مزيان. بغيتو تسقيوها بالسيرو لكم الاختيار، بغيتو تخو على العسل كذلك. انا حبيت غير ندهنها بالعسل من الفوق، العسل يكون نوع جيد باش تعطيها واحد النكهه زوينه. ونخليوها على الاقل على الاقل واحد 4 السوايع حتى تبرد مزيان، باش ما خليناها شربات هذا العسل كيكون حسن، وكتقدم بارده من طبيعه الحال. جربوها وما غاديش ندمو عليها، لانها فعلا كتجي لذيذه وسهله بزاف، ومكونات بسيطه موجوده في اي بيت. وعلاش لا نغيروا بها الشكل ديال الموائد ديالنا في رمضان. هنا البيستاش هامشتو، ممكن ديروا اي نوع تلك المكسرات بغيتو. بسم الله زينوها بهذه الطريقه. ممكن ديروا كاوكاو، ممكن ديروا اللوز. ونتلاقاو بعد ما تبرد ونقدموها. وهذه هي الحلوه ديالنا بعد ما بردات. كنقدموها على هذا الشكل، كتجي لذيذه وخفيفه ومقرمشه. نتمنى انكم تجربوها وتزينوا بها الموائد ديالكم في شهر رمضان ان شاء الله، وتبارطاجيو لا فيديو وديروا اشتراك للقناه. ولا عجبكم الفيديو ديروا ليا جيم وتخليوا ليا تعليق زوين اللي يحفزني انني نزيد نعطي اكثر. وشكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.